اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة، وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة، وقلت في حقه إجلالا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاجي الجمال وألبسته لباس الكمال وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم وأختي الكريمة، الحياة بغاها الله تبارك وتعالى أنها تكون على شكل عجلة تدور. دائرة الحياة تدور دائما، وفيها تصاريف عجيبة وتقلبات غريبة، فيها أفراح ومسرات، وفيها أحزان وهموم وغموم، فيها مرض وفيها صحة، فيها فقر وفيها غنى، فيها عز وفيها ذل، والأيام كتدور. واحد القصة عجيبة جدا وقعت في زمان بني إسرائيل، كتبين هذا المعنى وكتوضح بجلاء. رجل من الأغنياء جالس هو ومرته، وحطوا دجاجة مشوية وجالسين كي يأكلوا، فجأة كيسمعوا شي واحد كيدق الباب. جمعت المرة الوقفة، حلت الباب، لقات واحد الرجل فقير يتضور جوعا، ما باغي لا فلوس، ما باغي حوايج، ما باغي والو. قال لي: عافاك لقمة، كنموت بالجوع. فعينيه وقعت على هذاك الطبق اللي فيه ديك الدجاجة المشوية، أعطوني منها شوية. فالمرأة جات عند الراجل قالت لي: راه واحد السائل وفيه الجوع وكذا، واش ممكن نعطيه من هاد الدجاجة هادي؟ الزوج كان بخيلا، كان سقرام قرزاز شحيح، بدا كيغوت: هادي يلا غتكفينا، سدي عليه الباب يمشي في حاله. المرأة لم تجد بدا من طاعة زوجها، أغلقت الباب ومشى السائل. دارت الأيام وأيام، هذا الرجل الغني سيفتقر، والأيام كتدور، وهذا الشيء كنشوفه للأسف أخي الكريم في الواقع. الدنيا خطيرة جدا، الدنيا كتورينا شي حويج خطيرة جدا. شتي أخي الكريم، شي مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف أمنا عائشة في الحجرة ديالها واحد طرفة الخبز طيح، غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غضب ملي شاف طرفة الخبز في الأرض. احنا علمونا الناس اللي قرينا عليهم، والدين الله يجزيهم بخير
والناس المربين اللي تربينا على يديهم علمونا يا قديم. احنا المغاربه عندنا ما عرفش القضيه واش باقه ولا لا، ولكن هادشي كبرنا عليه. انا شخصيا انا اتكلم عن نفسي والناس اللي في الجيل ديالي، ان الخبز ما تنحطوش في الارض نهائيا. وهذاك الخبز اللي كيشيط علينا او اللي لقيتيه شطرة الخبز دائما تتحطو في واحد المكان مرتفع، ما تحطوش شي بلاصه اللي ممكن تدوسه الاقدام. بعض الناس اليوم تنشوفوا مشاهد اللي الواحد يتالم تيشوف. شرف الله مسامعكم هذيك الحاويه ديال الازبال والناس كيلوحوا حداها الخبز. حشومه حشومه. سيدنا محمد شاف كسره خبز في غرفه وفي يعني حجره السيده عائشه فغضب، لقاها مليوحه في الارض. قال لها يا عائشه احسني جوار نعمه الله فانها اذا رحلت قل ان تعود. الى مشات خرجت راه ما تعاودش ترجع. اللي عنده شي نعمه يحمد الله عليها ويتهلا فيها ويشكر ويعتني ويرد البال. فالرجل كان غنيا ولكن دارت الايام فصار فقيرا، ما بقاش قادر على الحياه وكذا، ووقع اللي وقع وطلق من هذيك المراه، ما بقوش مزوجين. اللي وقع اخي الكريم اختي الكريمه أن السيدة جاب لها الله رزق آخر وتزوجت بواحد الإنسان آخر. من تزوجت بذاك الإنسان الآخر سبحانك يا جليل نفس المشهد يتكرر. كتحط دجاجة مشوية في يوم من الأيام هي ورجلها جالسين كياكلوا، فإذا بالباب يدق دق دق دق. تتجمع الوقفة كتحل الباب كتلقى السائل يتدور جوعا، عفاك لقمة، عفاك واش كاين شي حاجة ناكلها. فجت عند رجلها وقالت لي راه شي واحد كيطلب بغى الماكلة. قال لها زيد الدجاجة هادي عطيها لي. مشات عطاتها لي وجاي عينيها منفوخين وتبكي تبكي تبكي بكاء شديد. الشريفة مالك تتبكي؟ قالت لي عرفتي شكون هو اللي كان في الباب؟ شكون هذا اللي جا وطلب؟ قال لها شكون؟ قالت لي هذا رجلي القديم اللي كنت مزوجة به، رجلي الاول. نقول له انا ما عقلتيش عليا؟ عقلتي على راجلك الاول وما عقلتيش عليا؟ قالت لي انت شكون؟ قال لي انا هو داك السائل اللي دق عليك واحد النهار وكنتي انت وراجلك جالسين كتاكلوا، شفت الدجاجه محطوطه وقلت لكم عافاك ومعطيوني. الايام اخي الكريم، شوف كاين اللي غيسمع هذه القصه وغيقول كيف اشو ممكن شو على شو بغبدي. والله العظيم الا شي شفناه في الدنيا، هذا الشيء شفناه في هذه الايام اللي تنشوفوا امور في حال هذه. ربي سبحانه وتعالى كيورينا اخي الكريم واختي الكريمه، كيورينا الايات، تيورينا شي امور في حال هاد الشكل هذا باش يقول لنا ردوا بالكم. كنتي في شي نعمه اياك ان تطغى. راه انا اللي عطيتك، شكون عطاك؟ راه انا اللي عطيتك، وانا راه عطيتك غير امتحان واختبار وابتلاء باش نشوفك واش غتنجح ولا ما غتنجحش. شوف في القران فيه واتوهم من مال الله الذي آتاكم. شوف سيدي ربي ما قالش وآتوهم من أموالكم، قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. عرفتي أخي الكريم أختي الكريمة، ملي كيعطي الله تبارك وتعالى لشي واحد من الأموال أكثر من داكشي اللي هو محتاج ليه. عرفتي علاش؟ باش يعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين. اختبار باش يجربوا يشوف واش غادي يتحنى على هذيك الاموال ويقول هذه ديالي انا اللي ضربت فيها تماره وانا اللي جمعتها وانا 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 وغيبقى يكنز فيها، ام انه سيتذكر وغادي يوقف معاه يوقف الله تعالى معاه وينبهه ويتذكر ويقول هذا المال هذا سيدي ربي انا فوق حاجتي هادشي سيسالني عنه، هذا راه امتحان خصني نعطي، خصني نتصدق، خصني ندير الخير.
الموضوع ماشي سهل. أنا شي مرة كنت قلتها هنايا بأن كاين الفقر وكاين الغنى. الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، ولكن ثق بي أخي الكريم أختي الكريمة، والله الذي لا إله إلا هو، ابتلاء الغنى أصعب، وامتحان الغنى أصعب من امتحان الفقر. هذاك الفقير مسكين ما في حالوش كيطلب الله، يا رب أنا مزاوج فيك يا رب، شوف تيطلب الله في أبسط الأشياء، في أبسط الأشياء، ومسكين وما عندوش علاش غير يتسأل، ما يسول الله تعالى. عفاه الله تعالى من واحد العبادة عظيمة سميت الزكاة، سيدي ربي عطاه الإعفاء منها، تمام ما في. عفاك الله تعالى من الحج، عفاك الله تعالى من أنه غيسولك لمن عطيتي لمن ما عطيتيش، لأنه أصلا ما عندك والو. لكن هذاك الإنسان الذي ابتلي والذي امتحن بالمال امتحانه صعيب، غيسول الله تبارك وتعالى منين جبتي ديك الفلوس، من الحلال ولا من الحرام، خلط الحلال مع الحرام، كي غدير يلا فرقهم. وهذيك الأموال ملي خديتيها واش عطيتيها للناس اللي كيستحقوها؟ كاين واحد الظاهرة أخي الكريم أختي الكريمة، وهذه في الحقيقة شيء بالشيء يذكر، كاين واحد الظاهرة خطيرة جدا، يعني الناس اللي كيشتغلوا في التجارة والناس اللي كيتعاملوا كيلاحظوها، وهي من الذنوب الخطيرة جدا للإنسان ممكن يديرها هو ما حاش بأنه دايرها. ذنوب ذنب صعيب جدا، وملي تنقولوا ذنب راه تنقولوا المصائب كلها. كتعرف أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في يوم من الأيام: ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ واش نقول لكم شنو المرض ديالكم؟ نقول لكم الدواء؟ قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. أي أمر يزعج الإنسان في حياته ويقلق الإنسان في حياته، وأي أمر كينغص على الإنسان حياته، يكون متأكد بأن سببه ذنب. أي حاجة في حياة شي إنسان ما عجباش، حاجة مقلقة، حاجة تزعجه، حاجة تنغص عليه حياته، يراجع الحسابات ديالو أخي الكريم أختي الكريمة، غادي يلقى بأن كاين شي ذنب هو اللي سببه في هذا المشكل. منين جبت هذا الكلام؟ جبته من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. علاش ربي يمحنك؟ علاش ربي يسخسخك؟ علاش ربي يعذبك؟ علاش ربي يخليك تعيش الصعوبات إلا كنت أنت إنسان مزيان، كنت مؤمن وكنت شاكر؟ في القرآن الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني الإنسان إذا صابته شي حاجة قبيحة، شي حاجة سيئة، شي حاجة مزعجة، شي حاجة تنكد عليه حياة دياله، شي حاجة تنغص عليه الحياة دياله، ليراجع نفسه، ليراقب كاين شي خلل، شي ذنب، يا إما شي ذنب دارو شحال هادي وباقى العواقب دياله، أو شي ذنب لم يتوب منه، أو شي ذنب وراه مازال كيديره وما عارفش أصلا بأنه كيديره. كاين واحد الذنب أخي الكريم أختي الكريمة كين منتشر، أنا شفته وكان كنلاحظه، وأكيد ستشاطرني الرأي، عرفتي هذا الذنب شنو هو؟ وذنب عظيم. وشوف أخطر الذنوب ماشي اللي بينك وبين الله تبارك وتعالى، يقدر الإنسان كيجمع الصلاة، يقدر الإنسان كيدير شي ماشي مسائل بينه وبين الله تبارك وتعالى، هذه منك لله تبارك وتعالى. ولكن راه أخطر الذنوب على الإطلاق وأصعب الذنوب على الإطلاق هي ديك الذنوب التي تكون متعلقة بالإنسان والأخذ ديالو الإنسان. وكنا هضرنا واحد المرة في واحد الحلقة هنا على دواوين الذنوب، قلنا بأن كاين الدواوين ثلاثة تنشر للعبد غدا يوم القيامة. كاين ديوان بين العبد ونفسه، وكاين ديوان بين العبد وربه، وكاين ديوان بين العبد وأخيه. ديوان بين العبد وربي، سيدي ربي تيقول داك العبد غدا يوم القيامه: شوف انا تنازلت، مسامحك انايا.
الديوان الذي بين العبد ونفسه، يقول الله تبارك وتعالى لهذاك العبد كيقول سترتها عليك في الدنيا فاليوم أسترها عليك، ولكن هذاك الديوان اللي فيه المظالم اللي فيه الحقوق ديال الناس ما بين الإنسان والأخ ديال الإنسان، الله تبارك وتعالى تلاقي الناس كل واحد يخذ حقك. كاين واحد الذنب عظيم أخي الكريم أختي الكريمة ممكن الإنسان كيديره وممكن نسأل الله السلام والعافية يكون تتعاقب عليه في الدنيا وهو ما عارفش، كيشوف بأن كاين مصائب كاين ابتلاءات كاين شي أمور معسرة في حياته شي أمور ما هياش ما غاديش الأمور كما يريد وهو ما عارفش السبب منين. عايش نواة الذنب هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حديث صحيح كيقول فيه عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. عرفتي شنو هي مطل الغني ظلم؟ هو انك تكون كاري وعندك الفلوس باش تخلص الكرة وما كتبغيش تخلص مول الدار كتبقى تجرجر فيه شهر جمع شهر شهرين ثلاث شهور وانت راه عندك فلوس كرة محطوطة زعما ماشي فقير وما في حالكش، لا انت يا اما كتهاون يا اما كتقول واه خليت انت بلاتي هاد الفلوس نقضي بها شي حاجة اخرى. وداك السيد ربما يكون هذاك الانسان عنده المدخول الوحيد ديالو هو هذاك الكرة، ربما من يدري، وربما عنده مصاريف ديال الاولاد ومصاريف المدرسه وعنده واقف على هذا وانت شاهد الفلوس وما باغيش تعطيه، مشكله ولا ماشي مشكله؟ ممكن يكون شي واحد تعاملتي معاه ما عرفتش هادشي كيوقع للناس الحرفيين بزاف كيمشي كيخدم عند شي واحد حرفي ما تمشيش تجيب كونطرا وكتيغاليزيها وكتمشي عند يعني كيتعاملوا الناس بالكلمه، واحد معلم نجار او بلومبي او 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 او, أو كيجي كيصايب لك واحد الحاجه وشي مرات كيقدر يدير السلعه من جيبه هو وتيكون عنده خدامه كيخلصهم من جيبه هو، وهذاك الاخر كيخدم عنده هذا السيد هذا ملي تيكمل تيقول لي واخا واخا دابا نعطيكم من بعد كيبقي يماطل فيه، واش ذنب ولا ماشي ذنب؟ ويقدر يكون ذاك الانسان مسكين راه واقف ما في حالوش، وهذا سولو الحريفيه اخي الكريم اختي الكريمه كيوقعوا في هذه القضيه بزاف، مسكين اش غيدير؟ لاحظتي واش يجي النهار الاول ملي بغي يشد هذيك الخدمه يقول للسيد وخلصني دابا عاد نخدم؟ ما يمكنش، ما كاينش اللي غيديرها، غيقول لي لا سيدي اسمح لي، كي غيدير؟ او شي واحد كيتعاملوا جوج الناس في التجاره وواحد كيتسال الاخر والاخر عنده باش يعطيه وما تيعطيهش، ربما الاخر عنده مصاريف وعنده تكاليف وعنده بزاف ديال الحوايج كتسناه. تخيل الانسان قد يكون ظالما وهو لا يشعر، هو ما حاسش، هو ما عارفش راسو بانه ظالم، ولكن هو كيلاحظ بان عنده مشاكل في حياته، عنده مشاكل مع مرته، عنده مشاكل مع ولاده، عنده مشاكل في ما عرفتش في صحته، عنده مشاكل في شي حوايج، هو ما عارفش بانه راه ممكن هو راه تيمشي تينعس في دارهم، ولكن راه واحد الانسان اخر تيقول والله ياخذ الحق، هذا اللي واخذ لي رزقي الله ياخذ فيه الحق. حسبي كاين الناس اخي الكريم اختي الكريمه كتهضر معايا تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، عشان يحسبي الله ونعم الوكيل. احنا كنتكلموا على ان الدنيا كاينه تقلبات، ولا عطى الله سبحانه الكريم الوهاب الفتاح العليم الرزاق عطى لواحد الانسان عبد من عباده عطاه الدنيا ليعلم انه عطاه امتحان صعيب، هذه الفكره الاولى، راه ماشي امتياز وماشي كما يقال اسمحوا لي بهذه الكلمه ماشي افونتاج، يعني ماشي شي حاجه زوينه زعما ان الله تعالى عطاك الدنيا، راه القضيه عندك صعيبه، انا مني انا بدا نسيب قوفيه تنقول يا ربي تكون معاهم، يا ربي توقف معاهم لانهم في امتحان اشق واصعب. عرفتي في حالاش حنا ملي كنا نقراو في ما عرفتش في المدرسه او في الكليه مثلا تقرب ديك الايام ديال الامتحانات، فهذيك المواد اللي كتكون انت تحتاج للحفاظه تاريخ الجغرافيا وكذا ما عرفتش واش درتوها ولا ما درتوهاش، المهم حنا في واحد الوقت كانت هكذا كنمشيو عندك الاستاذ ديال التاريخ ولا ديال الجغرافيا مثلا وتبقاو نطلبوه عافاك حيد لينا هذه في الامتحان،
حيد لنا هذا الدرس الفلاني وهذا الدرس الفلاني، حيدوا لنا، خلي لنا غير امتحنا غير فواحد جوج دروس ولا ثلاثه دروس، ما تمتحناش في سبعه الدروس، ما ديرهمش لنا في الفرض. فكنا كنبكيو على الاساتذه وكنبقاو نرغبو ونزاوقو وكذا، كاين اللي كيديرها معنا كاين اللي ما كيديرش، ولكن كنا كنفرحو ملي كيكون الامتحان ديالنا كانت غتكون فيه سبعه ديال الدروس مثلا في الجغرافيا، كنا نهضروا على اليابان ونهضروا على امريكا ونهضروا على اوروبا ونهضروا على متي نقص لينا وتيخلي لينا غير واحد زوج دروس ولا ثلاثه، تنفرحوا تنحسوا بانه واحد الهم كان حيدنا. شتي اخي الكريم اختي الكريمه، شي مرات ربي سبحانه جل في علاه الا ما عطاش للانسان الدنيا، ما عطاش داك الغنى وداك المال الكثير وكذا، والله العظيم قد يكون بان الله تعالى يحب هذاك العبد وباغي ليه الخير وما باغيش يمحنه وما باغيش ما باغيش ليه المحنه. ممكن تدوز حياتك وتتمتع في الدنيا وتبرع شحال 60 70 80 شحال جهدك، ثم ماذا؟ وممكن الانسان يصبر ويدوز ايام ويصبر ومن موراها كاين الخير الكثير. ولذلك يؤتى غدا يوم القيامه بانعم اهل الارض. واحد الانسان حياته كلها دوزها رائعه، ما كانش كيمرض نهائيا، ما عمرو مرض، ما تيمرضش، كان قوي الجسد قوي البنيه، ما كيعرفش حاجه سميتها الامراض ويشد الفراش وكذا. بسطت له الدنيا، عنده اموال كثيره، كان عنده جاه، امره كلها كانت ميسره 100%، ولكن ما كانش كيعرف الله. المهمة الكبرى والغاية القصوى التي من أجلها خلق ومن أجلها وجد في هذه الدنيا اللي هي معرفة الله تبارك وتعالى، دي ما دارهاش، نشغل بكل شيء إلا الله تعالى. طبعا لا خلق له في الآخرة، ما عنده شيء نصيب، سيكون من أهل النار نسأل الله السلام والعافية، فيغمس غمسة في النار، يدخل وتخرجه ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ دوزت الخير؟ دوزت الرفاهية؟ تيقول ما رأيت نعيما قط، عمرني شفت شي نهار مزيان، عمرني شفت شي خير. ويؤتى بأشقى أهل الأرض، واحد دوز حياته محنة، دوز حياته شقاء، ولكن كان تيعرف الله، صح علاقة الحال، الأموال ما كانش، كان مسكين عاش واحد العيشة مغمور ما تيعرفو تا واحد، كان مكرفاس، كان مدوز حياته فيها محنة، يغمس ولكن كان صالح، يغمس غمسة في الجنة، ثم يسأل هل مر بك شقاء قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول ما مر بي شقاء قط، عمرني مش فنشي شقاء، أنا بي خير على خير الحمد لله. العبرة أخي أختي الكريمة ماشي بدك شي اللي كيعيشوا الناس في الدنيا، العبرة بأشنو كاين في الآخرة، واش هو من أهل الجنة أو من أهل النار. شفتي شي واحد تيكون ناعس وكيحلم، ناعس وكيحلم، قد يكون في ذاك الحلم كان حلم جميل مفرح، دار فيه قاعدك شي اللي كيتمنى ودوزه في قمة السعادة. المصير شنو هو؟ المصير انه سيستيقظ، وملي غادي يستيقظ شنو غادي يلقى؟ غادي يلقى بان داكشي كامل كان حلم، ياما ناس فقراء مساكن تيناس كيشوف بانه عنده شنطه ديال الفلوس وراكب شي طوموبيله اخر ما كاين ومسافر ومشى لهنا ودار هنا ودار هنا وكيتمتع في هذاك الحلم، ولكن واحد الوقيته تيفيق تيلقى راسو بانه كان كيحلم. ويا ما ناس في الأحلام ديالها شافت كوابيس وشافت أشياء مزعجة ومع الطاح ناط وكيغوت وكذا وتعذب وهذا، ولكن واحد وقيت حل عينيه الحمد لله فقت، كان غير حلم. واش كيبقى النهار كامل تيبقى يتعذب لأنه كان تيحلم؟ صافي سالينا، هذا كان حلم كنت ناس فقط. دابا نفس الشيء أخي الكريم أختي الكريمة، الدنيا حلم والناس إلا من أخذ الله بيده اغتر بهذا الحلم، مسكين ولا عايشة في الأحلام،
الدنيا كلها من الاول ديالها حتى الاخر ديالها عباره عن حلم لا شيء، ماشي حقيقه. الحقيقه هي الاخره. الله يجعلنا من اهلها يا ربي، الله يجعلنا من ابنائها يا ربي يا رب. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم، أختي الكريمة، اليوم يعني كنتكلم على واحد سنة كونية، قانون كوني كين في هذا الكون. هذا الله تبارك وتعالى وضع هذا القانون، وهذا القانون لا يتخلف، دائما كيوقع كيتطبق في حاله في حال القوانين الفيزيائية اللي كينا. ياك كينا قوانين فيزيائية في الكون، مثلا قانون الجاذبية، هذا قانون دار الله تبارك وتعالى في الكون. واحد الإنسان طلع السطح ديال واحد العمارة ونقز من الفوق لتحت، غادي يطيح، غيطيح، ما يمكنش غيبقى مشدود في الهواء ولا غادي يطلع للفوق، غادي يطيح للأرض. كاينه جاذبية، هذا قانون دار الله تبارك وتعالى. ياك والقوانين الكونية لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، تعمل مع الصالح والطالح، تعمل مع المؤمن وغير المؤمن. جيش واحد الإنسان يعني مؤمن وخاشع وكيخاف الله، إلا نقز من الفوق ما غيطيحش، غادي يطيح. كيف أن واحد الإنسان ما تيأمنش بالله ينقزته هو غادي يطيح، هذا قانون لا يتخلف. فكينا قوانين دايرها الله تبارك وتعالى في الكون، منها هذا القانون. هذا القانون إلا بغينا نلخصوه في جملة في كلمة، هو كالتالي: كما تدين تدان، كما تدين تدان. بعبارة أخرى، الجزاء من جنس العمل. القصة اللي بدينا بها في الأول ديال الرجل صاحب الدجاجة، كان غني ما بغاش يعطي الفقراء، دارت الأيام هذاك الفقير ولا غني والغني صار فقيرا، هكذا كالدور. كما تدين تدان. خليني نحكي لك قصة أخرى واقعية، واقعية وقعت شوية في التاريخ، ماشي في هذه العصور، ولكن وقعت في واحد الوقت اللي كانوا الناس كيمشيو للحج، كيمشيو في القوافل على ظهور الجمال. واحد الراجل هو والأب ديالو غادي للحج، والأب يبدو أنه رجل طاعن في السن مسن، فغادين يحجوا. كانت وسيلة النقل هي الجمال، فكانوا راكبين في واحد الجمل. في لحظة من اللحظات، أخي الكريم أختي الكريمة، هذاك الرجل المسن اللي هو الأب يعني شعر بنوع من العياء ونوع من التعب، فولده نزلوا إلى الوالدة، جلس ارتاح شوية، خلي القافلة تمشي، ارتاح ومن بعد نلحقوا عليهم. فأجلسه تحت شجرة وجلس معه، رأيته ما يرتاح شوية، والقافلة صفرها مشات. ملي ارتاح الأب قال لي دابا حسيت براسي مزيان، قال لي زيد ركب، ويركبوا على ظهره. الابن هز باه اللي هو رجل طاعن في السن، هزه فوق ظهره وغادي به، وهو هزه فوق ظهره غادي كيتمشى به، بدأ الأب يبكي بكاء مريرا، بكاء تكيت نخصص. الابن قال لي بابا راك ماشي تقيل، زعما انا ماشي تندير هاد الشيء ان المعذب ولا زعما بلا ما تبكي، والله العظيم الا انت راه هزك اخف من الريشه، انا ما حاسس بشي حاجه وانا فرحان وما حاسس لا بتقول لا بوالو، انا فرحان انني هزك فوق ظهري، ما تبكيش أنني زعما هزك. قال لي ولدي ما تنبكيش لأنك هزني.
سنبكي لأن هذه عشرات السنين حجيت أنا والوالد ديالي أعيا ونزلني نزلته في هاد تحت هاد الشجرة هادي هنا فين ارتاح بالضبط. ومن اللي ارتاح هزيته فوق ظهري وبقيت باش نلحق بالقافلة. قال لي انت اليوم بعد عشرات السنين يعلم الله وستين سبعين شحال من سنة كتعاود دير نفس المشهد وتكرر نفس السيناريو اللي درت أنا مع الوالد ديالي. كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. الشهادة هذا قانون أخي الكريم أختي الكريم. راه الطريقة اللي انت كدير اللي كدير الآن كترجع لك هي، سواء أي حاجة كديرها تترجع لك كما يقال بالنفس النوع، هي نيت كتعود ترجع لك في كل شيء. الطريقة اللي كتعامل بها والديك اليوم هي الطريقة باش غيعاملوك الأبناء غدا، الطريقة باش كتعامل الناس نفس الطريقة اللي غادي يعاملوك بها الناس طال الزمن أو قصر. والمغاربة عندنا واحد المثلة جميلة جدا كيقول لنا، كيقول التراث الشعبي فواحد المثل جميل، فرش لولاد الناس فين ينعس ولادك. ياك كنقولوها هادي، فرش لولاد الناس فين ينعس ولادك، لأن التجربة والواقع أثبت أن فعل الخير لا يضيع نهائيا. تقدر تدير الخير اليوم وما يقرش في الناس وما يعطيش نتيجة وما تستفدش منه نتايا، بل قد ينقلب هذاك الخير اللي انت درتي يرجع شرا ويرجع إليك ضرا، ولكن كن على يقين بأنه ما ضاعش، وغادي يجي واحد النهار وغادي تشوف الثمرات ديال هذاك الخير اللي انت درتي غادي يرجع لك ملي غتشوفه في ولادك. نعود لكم واحد السر، سر من الأسرار، سر من الأسرار. شي مرات كنشوفوا شي أب وأم عندهم أبناء، وهذوك الأبناء واحد فيهم أو كلهم أو بعضهم كرمهم الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم، وهذه مزية ما بعدها مزية وعطاء ما بعده عطاء. شتي إلى حبك الله تبارك وتعالى أخي الكريم أختي الكريمة يعطيك ولد أو بنت حفظ القرآن الكريم، أعظم ما كاين، أعظم نعمة على الإطلاق، أعظم نعمة على الإطلاق. وخا دنيويا ما كتبانش، حامل القرآن، حامل القرآن بينه وبين سيدي ربي، ما غاديش ينفعك، يقدر ما ينفعكش ماديا، دنيويا تقدر ما تبانش النتيجة دنيويا ماديا باش تحسبها بالمادة ما غتبانش، ولكن راه عند الله تبارك وتعالى راه لا تقدر بثمن. عرفتي أن هذا اللي ولده حافظ القرآن الكريم عرفتي شنو الجزاء ديالو؟ أنه غدا يوم القيامة يأتي الأب وتأتي الأم وقابطين في ديدات بعضياتهم، والأب لبس واحد التاج مليء بالجواهر الثمينة المضيئة المشعة، تاج ديال الملوك، والزوجة أيضا اللي هي الأم لابسة داك التاج، وهذا التاج يتسمى تاج الوقار، وعليهم واحد الحلة واحد البهاء واحد النور، كيشوفوهم الناس كيقولوا شكون هذا، واش هذا شي نبي مع الزوجة ديالو، شكون هاد الناس هادو؟ فكتقول لهم الملائكة هذا الرجل ومرته تعاونوا باش يحفظوا ولدهم القرآن، فألبس اليوم تاج الوقار، ألبس تاج الوقار. فأعظم كرامة ممكن يكرم بها الله تبارك وتعالى شيء إنسان في الدنيا أنه يصلح له ولداته ويعلم لي من حملة القرآن، ما بعدها كرامة، ما بعده عطاء زعما هذا. وأي حاجة كتعلمها لولادك أخي الكريم راها دنيوية كتبقى في الدنيا ما غتنفعكش في الآخرة، كتبقى في الدنيا، ولكن إلا علمتي القرآن ضمنت أنه في الدنيا غادي تتعامل معك بالتي هي أحسن وغادي يكون مزيان،
وستضمن الشرف والسؤدد والعز غدا يوم القيامة. السر شنو هو؟ السر أخي الكريم أختي الكريمة، أنا من خلال التجارب، من خلال داكشي اللي شفت، وهذه يعني أنا ملاحظة ديالي الشخصية، ويقدروا يكونوا ناس حملة القرآن كيسمعوا لي الآن وفقهاء وناس كيحفظوا القرآن الكريم، يقدروا يشاطروني الرأي ويقدروا يأكدوا هذه الفكرة، هذه أن أغلب الناس اللي وليداتهم حبوا القرآن وحفظوا القرآن فصاروا من أهل القرآن، هاد الناس كانوا كيحبوا حملة القرآن وكانوا يبجلون حملة القرآن ويكرمون حملة القرآن ويعظمون حملة القرآن، ماشي كيعظموهم يعني كيف كنقولوا حنا يعني ماشي كيعظموهم من أجلهم هم كأشخاص، لا، يعظمونهم من أجل ما يحملون في صدورهم، من أجل هذاك النور الإلهي اللي ربي يديره في الصدر ديال هذاك الإنسان اللي هو حافظ القرآن، هذاك نور. وللأسف بعض الناس، وهذا يعني نسأل الله السلام والعافية، بعض الناس أخي الكريم أختي الكريمة، من اللي شافوا بأن عامة المسلمين يحبون حملة القرآن ويبجلون حملة القرآن ويكرمون حملة القرآن ويعظمون حملة القرآن، ادعوا أنهم من أهل القرآن باش يدخلوا معاهم في هذا الإكرام ويدخلوا معاهم في هذا المقام ظلما وعدوانا. فتتلقى لا يحفظ القرآن، يحفظ شي حاجة بالقرآن مثلا، وتتلقى تاواتي دي واحد جلابة واحد طربوش وكذا، وتيخشي راسه مع حملة القرآن. فلذلك المغاربة كانوا أذكياء، المغاربة كانوا أذكياء ولا زالوا أذكياء، اللي كانوا دايرين في المساجد كلها خصك تقرأ القرآن معانا جماعة. عارف شنو معنيتها؟ أنك كتجلس كتقرأ القرآن مع المغرب وكتقرأ القرآن مع الفجر، يقدر يجي واحد الإنسان خدام مردام مثلا، ويجي ويقول دابا أنا ما خدام وما كاين حتى شي حاجة، أجي نتخشى نشد شي جامع ندير إمام، نلبس جلابة وندير القب تاع أنايا ونبدا نصلي بالناس. فالناس كانوا أذكياء ديك الساعة، ما كايناش القوانين المنظمة وكذا، تنتكلموا حنا في زمان، راه القراءة الجماعية في المساجد راه بدات منذ مئات السنين. يقدر يجي شي واحد مثلا ويدعي بأنه حامل لكتاب الله وهو حافظ غير بعض الصور وبعض الآيات ويبدا يصلي بالناس. فجاء هذا امتحان، هذا امتحان يومي ومستمر، وكتمتحن جوج المرات في اليوم. انا كسيدي غتصلي بينا، مرحبا على الرسولين، ولكن غتجلس تقرا بينا الحزب في المغرب، ونشوفك بانك كتقرا بلا مصحف، ونشوفك كتقرا بينا في الفجر بلا مصحف، وتجي التراويح نشوفك واقف وتتصلي بينا بلا مصحف، باش نعرفك واش من حملة القرآن ولا ماشي من حملة القرآن. لان في كل مجال كاينين ناس ادعياء، وتا هذا المجال فيه ناس أدعية، فنسأل الله السلام والعافية. فإذا حفظ القرآن الكريم أخي الكريم أختي الكريمة، هذا شرف ما بعده شرف. وأنا أقول وأزعم بأن أغلب الناس اللي وليداتهم حفظوا القرآن الكريم، هاد الوالدين كانوا يحبون حملة القرآن وكانوا يكرمون حملة القرآن ويوقرونهم ويحترمونهم، فكان الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. أنت تحب هذه الفئة ديال الناس، عزيزين عليك هذه الناس اللي حاملين القرآن، سنسعدك في الدنيا وفي الآخرة، سنفرحك في الدنيا وفي الآخرة، وغادي نحفظ ولدك القرآن، لأن الرحمن علم القرآن هو سبحانه، ماشي شي واحد آخر. نأخذ فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أنتم معنا دائما عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج قبل الظهيرة إلى حدود منتصف النهار،
فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الأخيار الذين التحقوا بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. أخي الكريم واختي الكريمة، اليوم كنتكلموا على واحد القانون كوني وسنة إلهية دارها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وهي كما تدين تدن. بعبارة أخرى، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. بعبارة أخرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أخي الكريم واختي الكريمة، في السنة السادسة للهجرة وقعت واحد الواقعة، وهي أن بعض المنافقين خلقوا واحد الإشاعة. هذه الإشاعة شنو هي؟ اتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها. شكون هي السيدة عائشة؟ زوجة الحبيب المحبوب الشفيع المشفع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدة في غزوة من الغزوات كانوا راجعين، غزوة بني المصطلق، راجعين في حالهم، في لحظة من اللحظات اكتشفت بأن كان عندها واحد العقد، واحد الكولي كان عندها في العنق ديالها، لاحظت بأنه طاح، فرجعت باش تقلب عليه. في هذيك اللحظة اللي هي رجعت باش تقلب عليه، وكان الجيش ديال المسلمين كانوا كيستراحوا في واحد المكان، ظنوا أنها راها راكبة في الهودج ديالها، فمشاو في حالهم. هي مشات كتقلب تلقاته. ملي جات البلاصة اللي كان فيها الجيش جالس، كتكتشف بأنه مشاو في حالهم، فبقات جالسة تحت واحد شي بلاصة تما، بقات جالسة ما عندها ما تدير. كان من الأعراف اللي كانت في ذاك الوقت ومن الأمور اللي كانت كتدار، أنه كيبقى دائما واحد الإنسان، واحد الجندي في الجيش، تيبقى في الأخر باش يشوف لعله وعسى تكون شي حاجة طاحت للجيش ولا شي حاجة، كيبقى الأخر في حالة كيجمع داكشي اللي تيراقب واش كاينة شي حاجة بقات ولا كذا. فكيلقى بأنه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها بقات، فأناخ لها الناقة وقال لها طلعي، فركبت في الناقة ديالو وجابها. ملي جا يدخل المدينة، الجيش دخلوا قبل وهو داخل معطل. ملي دخلوا أخي الكريم واختي الكريمة، واحد رئيس المنافقين شاف هذا المشهد هذا، وهو يطلق الإشاعة بأن فلانة وفلان نسأل الله السلام والعافية، ودار الإفك. مولا عائشة جات لدارها عادي، جلست عادي، أمورها عادية، ما سقتش الخبر شنو كيقولوا الناس. الإشاعة انتشرت وسط الناس انتشار النار في الهشيم، كل شيء تيهضر، كل شيء كيتكلم، إلا من عصم الله تعالى. هي جالسة في دارها ما لاحظت شي حاجة، ولكن حست بأن سيدنا محمد مغير، حست بأن سيدنا محمد مبقاش كيمزح معها كما كان، مبقاش كيضحك معها بزاف، كان كيفششها، ما بقاش كيتعامل بديك الطريقة. لاحظت بأن كاين شي تغير، ولكن قالت الله أعلم ياك ما مهموم شي حاجة ياك ما. شي مرة هي وشي واحدة من صحاباتها خرجوا، ويقول لها ديك صاحبته واش ما عرفتيش عائشة شنو كيقولوا فيك الناس؟ ها كيقولوا هاكي منى عائشة دارت بها الدنيا، كيقولوا عليا أنا هادشي، وأنا في دار غفلون ما سيقاش خبر. على أي القصة طويلة، وشي مرة إن شاء الله هذا تا هو من المواضيع اللي نتطرقوا لها شي نهار بتفصيل. على أي القصة بتفاصيلها يعني طويلة والوقت لا يكفي، اللي تكلمات مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال هادشي اللي عطى الله، تسنى شوفوا الله تعالى اش غيدير. واستشر سيدنا محمد مع الصحابة، كاين اللي قال لي يا رسول الله مرتك هذيك ما يمكنش، وكاين اللي قال لي يا رسول الله بارك عليك انت بقى في هذا الهم وكذا، صافي لا النساء وغيرها كثير. المهم واحد الابتلاء من اصعب الابتلاءات، واحد الشدة شديدة جدا مر منها سيدنا محمد. كانت شهر أخي الكريم واختي الكريمة، شهر ديال المعاناة، والوحي مازال ما نزلش. على أي نزلت البراءة ديال للا مولاتنا للا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات، من الناس اللي كانوا كيهضروا أخي الكريم، وهذا هو الشاهد عندي في القصة كاملة، واحد من العائلة ديال السيدة عائشة، واحد من المقربين، تا هو من الناس اللي بقى كيتكلم في العرض. وهذه على فكرة من أكبر الكبائر، أن الإنسان يتهم شي وحدة مزوجة بشي مصيبة، من أكبر الكبائر. وهذا الذنب أخي الكريم أختي الكريمة كيجر معاه الأمراض، ويجر معاه الفقر، ويجر معاه المصائب، ويجر معاه الابتلاءات، يجر معاه مصائب الدنيا والدين. والإنسان دارو باش عبلسانه
من أكبر الكبائر أن الإنسان يتكلم في الأعراض، من أكبر الكبائر واللي نسأل الله السلام والعافية استهان به واحد العداد ديال المسلمين استهانوا بهذا الأمر، هذا عادي عندهم يهضروا في الأعراض، من أكبر الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة. شوف التهديد الإلهي كيفاش داير، بس ربي يقول لك وياك تهضر على شي وحدة، وياك واخا تشوفها نازلة من الطوموبيل ما شغلكش، ما عرفتيش هذاك واش خوها واش عمها واش باها، ما عرفتيش، ما شغلكش، سد فمك انت يا مسلم. الواحد كيسد عيني وكيسد ودني وكيسد فمه، هكذا دير المسلم مشغول بنفسه. فمن الناس اللي تكلموا في العرض ديال السيدة عائشة واحد الرجل سميته مسطح بن أثاثة. هذا الرجل كان من عائلته. الغريب والعجيب أنه كان رجلا فقير، العجيب والغريب أن اللي كان يصرف عليه واللي كان ينفق عليه هو بطل العائشة سيدنا أبو بكر الصديق، هو اللي كان يصرف عليه وهو تا هو تغر وتا هو بدا كيهضر فحالو فحال عباد الله. مسطح بن أثاثة رضي الله عنه، هذا الرجل هذا تاب توبة، يعني الناس راه غفر لهم الله تعالى لأن تجاوز عليهم الله تبارك وتعالى ونزلت التوبة ديالهم في القرآن ولم يؤاخذهم ودارها لهم درس وعبرة. وهذا الرجل يعني شهد المشاهد كلها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان من الناس ديال بدر والناس ديال أحد وكذا، يعني كان مجاهد يعني كان رجل صالح صحابي، ولكن وقع في خطأ تا هو فحاله فحال الناس اللي وقعوا في الخطأ. شاهد أخي الكريم أختي الكريمة من القصة أن سيدنا أبو بكر الصديق ملي شاف بأن هذا السيد اللي من عائلته واللي فقير واللي هو كيدير فيه الخير وهو اللي كيموله وهو اللي كيصرف عليه تا هو بدا كيطاكيه وتا هو بدا كيضربه من ظهره، قالوا والله لا بقيت عطيتك سانتي، والله لا بقيت صرفت عليك، داكشي اللي مولف كان عطيه لك غنقطعو لك، داكشي اللي كنت كنعطيك ما بقيتيش تاخذو. دار قرار منو لنفسه، قال هذا السيد هذا انا كنت مهلي فيه، دابا ملي خرج منه هذا الشيء كامل ما بقى نعطيه ريال. فاذا بالقران الكريم ينزل، تخيل اخي الكريم، تخيل القران الكريم كينزل اشنو فيه، كيخاطب سيدنا أبو بكر كيقول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا، صح صح فيها، بدل صفحة قلب الصفحة، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أبو بكر يعفو وصفح، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر، إيك بغيتي الله تنتي يسمح لك، بغيتي الله يغفر لك، بغيتي الله تهو ما يواخدك ويتجوز عليك ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزلت الآية قال سيدنا أبو بكر بلى يا رب أحب أن تغفر لي، أحب أن تغفر لي، أحب أن تغفر لي، أرجع كيعطي لهذاك الرجل بل ولك يعطيه أكثر من داكشي اللي كنت يعطيه قبل. الجزاء من جنس العمل، سامحت الناس يسامحك الله كما تدين تدان، غفرتي للناس يغفر لك الله، زيرتي على الناس يزير عليك الله، ضيقتي على الناس يضيق عليك الله، وسعتي على الناس يوسع عليك الله، كرمتي الناس يكرمك الله. واللي كيأكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هي هذه كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما تدين تدان، اللي درتي غادي نديره معك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، تخيل. بيني وبينك أخي الكريم مفهوم المخالفة هو صحيح، إذا كان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فضح مسلما شنو يدير مع الله تعالى؟ كيقول النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، اللي كيقلب وكينبش على العيوب ديال الناس وبغي يفضح الناس الله تبارك وتعالى يفضحه في قعر داره. الله يغفر لنا والله يرحمنا والله يتجاوز علينا
والله يكون معنا، رحنا ضعفاء. وأتكلم عن نفسي، ضعيف، مذنب، مخطئ، نقع في الأخطاء، تندير مصائب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بفضله، وأن يصلح عيوبنا، وأن يتداركنا برحمته، وأن يتداركنا بلطفه وعونه. شكرا خديجة الطهري، كنت معي في الهندسة الصوتية. شكرا لمنى الوراث في الإخراج وتنسيق الفقرات. كان معكم من وراء المذياع عبد المجيد أمزال. موعدنا معكم يتجدد يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله. غدا تلتقون مع الزميلة رجاء علوني. لا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.